اذا والناموس باسم الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان والمضمر احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي على هذا الفوز والانتصار المميز. وبالفعل ترشيحاتك يا ابن عمير كانت مكانها تهانينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل دائما أجمعين مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم مع اليوم الرابع من أيام هذا المهرجان، مهرجان ختامي السوان في دورته 24 الذي يقام مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات مع التواجد هجني أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق على أرضية هذا الميدان. شوطنا السادس الذي أعلنت انطلاقته قبل لحظات قليلة والمخصص للأبكار موجنات الأصايل للسن الاتذاع مع انطلاقة هجني أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. شكرا للزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق وشكرا للأستاذ بن عمير على تعليقه في الأشواط الرئيسية وجميع المعلقين. نتابع البداية ونبحر مع المركز الأول من تقود هذه الأسماء مقصصة من تتواجد مع المركز الأول، ولكن الحذرة تتدخل في هذه اللحظات والمملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان مع التواجد جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي الحاضر في عملية التضمير، ولكن ينخطف المركز الأول من طرفاشة التي تقود هذه الأسماء وتنطلق مع المركز الأول والمملوكة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي الجنتلمان يتواجد في عملية التضمير مع هذا الشعار مع المركز الأول. المركز الثاني تدخلت الشاينة في هذه اللحظات والمملوكة لسمو الشيخ سعيد بن محمد المكتوم مع تواجد السلطان بن عبد الله بن حميد بشر الخاطر يا أبو عبد الله الذي يرافق هذا الشعار دائما في عملية التضمير. المركز الثالث من الجانب الآخر تدخل اسم جديد ليكون حاضرا مع دائرة الصراع ودائرة الحوار الأولى بين هذه الأسماء. المركز الثالث الشرود واصلة والمملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن سالم الغفلي من يكون حاضرا في عملية التضمير وينطلق مع المركز الثاني. المركز الرابع وصالة نوف في هذه اللحظات مثيرة واصلة مع المركز الرابع والمملوكة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الحيان أحمد خلفان بن صايغ المزروعي الجنتلمان يقدم هذه الأسماء مع هذا الانطلاق الجميل. المركز الخامس وصلت الحذا في هذه اللحظات والمملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الحيان جمعة بن عتيق بن جسلة الرميثي من يكون حاضرا في عملية التضمير مع هذا الشعار مع المركز الخامس.
المركز السادس تدخل في هذه اللحظات الظبي والمملوك لسمو حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع تواجد علي بن عزيم بن محمد المسافري الحاضر في عملية التضمير المكتشف يتواجد مع هذا الشعار مع المركز السادس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الأول مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء عبر أقطار العالم وعبر قناة ياس، قناة كل الناس الناقلة لهذا الختامي الكبير وهذا المهرجان المثير مع يوم الختام. الله الله، نعود مع المقدمة، نعود مع دائرة الحوار. المركز الرئيسي دائما هو المحور الذي تتنافس عليه هذه الشعارات، تكون حاضرة للإثارة والمتعة مع المركز الأول، الصدارة الأولى. الله الله الله، الشرود الشرود، من تشرد بالمركز الأول وتنصب نفسها سيدة هذا الموقف، سيدة هذا التحدي، تحمل رقم واحد وأنت في الرقم حتى هذه اللحظات، فالرقم واحد والمملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفور الذي يرافقه في عملية التضمير والأداء الجميل مع المركز الأول. المركز الثاني وصل الطرفاشة في هذه اللحظات والمملوكة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل حيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان يتواجد في عملية التضمير مع هذا الشعار وينطلق مع المركز الأول وتتغير موازين هذا التحدي. المركز الثاني وصلت الحذرة والمملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل حيان جمعة بن عتيق بن كسلة الرميث الذي يرافق هذا الشعار في عملية التضمير مع المركز الثاني. أما المركز الثالث وصلت مثيرة في هذه اللحظات مع إثارة هذا الشعار دائما مع المراكز الأولى والمملوكة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل حيان أحمد خلمان الصايغ المزروع يا الجنتلمان المبدع دائما مع هذا الشعار. المركز الرابع الشرود والمملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفوري الحاضر في عملية التضمير مع المركز الرابع. المركز الخامس الشانية والمملوكة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم مع تواد سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطر الحاضر في عملية التضمير مع هذا الشعار مع المركز الخامس. أما المركز السادس الظبي والمملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع تواجد المكتشف علي بن هزيمة المسافري الحاضر في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار، ونيدان الثاني تغلصت المسافة الكيلو الأخير. نفتح أبواب في هذه اللحظات مع هذه الأسماء وهذه الشعارات، الخط المستقيم نحو خط النهاية ونحو الناموس والانتصار. الخير الأخير، الخير الخطير، جولة الأوامر وجولة حركات والتكتيكات والمهارات والسرعة الفائقة. الله الله الله، لا زال الطرفاشة مع المركز الأول. من تقود هذه الأسماء؟ من تقود هذه الشعارات مع الجنتلمان؟ الجنتلمان الحاضر في عملية التضمير، شعار مدينة التراث يأتي مع الصدارة. بدأت السرعة، بدأت الإثارة مشاهدينا متابعين الأعزاء كما تشاهدون على مقدمة هذا المسار، كوكبة رباعية، كوكبة جميلة مع المراكز الأولى مع هذه الشعارات الكبيرة دائما الحاضرة مع مقدمة هذا الصراع. ولكن طرفاشة قادرت مع الانتصار، قادرت مع المركز الأول والمملوكة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الحيان مع الجنتلمان أحمد غلفان بالصايغ المزروعي. ولكن الحذرة، الحذرة يا سلام، من عمق الميدان تتسلم مباشرة إلى المركز الأول إلى صدارة الأولى والمملوكة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الحيان مع جمعة بن عتيق بن جسل الرميثي. سلام العاصمة أبو ظبي، والسلام يتجه إلى مالك الحذرة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الحيان ومن المضمر جمعة بن عتيق بن جسل الرميثي الحاضر في عملية التضمير. المركز الثاني، المركز الثاني طرفاشة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الحيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. أما المركز الثالث
كان وصول مثير ايضا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان احمد خفان بالصايغ المزروعي الحاضر في عمليه التضمير مركز الرابع. كان وصول الشرود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن سالم الاخوي الحاضر في عمليه التضمير مركز الخامس الظبي والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم بن محمد المسافر الحاضر في عمليه التضمير. هكذا هي النتيجه مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء. استطاعت الحاضر ان تذهب بالسلامات الى العاصمه ابو ظبي ولا سيدي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان والمضمر جمعه بن عتيق بن جسله الرميثي. تهانينا والناموس وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.